ذلك سائل يسأل يقول إنه توجد أشرطة في التسجيلات تسمى أشرطة الرقية، بعضهم يرقي في المواقع والإذاعة، الإذاعات الخاصة. نعم، يقول وفقك الله، يقول توجد في التسجيلات أشرطة تسمى أشرطة الرقية، فهل يشرع؟ هذا يجب إتلافها، هذا يجب إتلافها، هذا محترف يبيع هذه الأشرطة. نعم، وربما يكون فيها دس، فيها شر. نعم، أنا قلت لكم ما يبالغ في الرقية بهذه الطرق. نعم.